أعلن رئيس البرلمان العراقي الأكبر سنا محمد زيني تعرضه لمحاولة اعتداء من مشبوهين في بغداد، مشيرا إلى أن قوة أمنية أرجعته إلى فندق الرشيد وهو محاصر فيه. وكتب زيني على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبا العراقيين أن البعض يتحدث عن الرواتب الشهرية الخيالية التي يتسلمها النائب العراقي وأنا منهم، وهذا محض هراء، مبينا أنه لم يستلم دينارا واحدا حتى الآن من أي جهة، لا من مجلس النواب ولا من الأمانة العامة لمجلس النواب.